راه الماتش مزيان، مدرب ناقص بصراحه، ما كانش عليهم يبدلوا المدرب. الناس اللي كيتبدلوا ما خصش المدرب يتبدل، يتبدلوا كاين شي مسير، لا قشعرات مزيان، الراجل طيب، انضباط مع الفريق مزيان، وكاين شي واحد خصهم يمشيو بحال، ماشي المدرب اللي يتبدل، الناس اللي كيتبدل اللي كيبدلوا هما اللي خصهم يتبدلوا. منتخب مزيان، حنا كنموتوا على فريقنا، مشينا مع جميع الدول الحمد لله، كنموتوا على الفريق، والفريق مزيان، وغيكون الكلمه ديالو، تنتمنى من الجمهور المغربي يشجع الفريق. حنا كنبغيو بلادنا بالسره ولا الدره، ما عندناش مشكل، حنا عندنا مشكل كاين شي ملوبيات في المنتخب في التسيير، خصهم يمشيو بحالهم، المنتخب مزيان. كاين تغيير المدرب، كاين تغيير ديال التشكيله، لان كنطلبوا واحد الوقت، شويه ديال الوقت باش يكون الانسجام. نطلبوا لهم التوفيق ان شاء الله. المدرب ان شاء الله غادي يحط النقاط ديالو ان شاء الله على اللاعبين ان شاء الله، ويبحث على عناصر اللي غتميز. كاين مشكل في الوسط، لان باقي شويه الوسط، الغياب ديال البوصوفا وديال الاحمدي، انهم كنشوفوهم ان شاء الله غادي يكون لهم تاثير، وخصو غادي خصنا لاعبين اللي يكونوا في هذه الميزه هذه، لانهم بامكانهم انهم ان شاء الله نتفائلوا بالمنتخب ان شاء الله مستقبلا. الماتش ما كناش كنتوقعوا بحال هكا، كنا كنتوقعوا اداء احسن من لعابه المنتخب، بخصوص انه المدرب جديد كان اداء ذو المستوى، تعادل مع فريق ما بقاش من نقدروا نقولوا عليه من الفرق مغموره. حنا ما عجبناش اداء تاع المنتخب، بينا نشوفوا ان شاء الله، بينا نتمنوا ان المنتخب يتحسن الاداء تاعو من القدام ان شاء الله. الاجواء كانوا زوينه، المنتخب يقدر يرد التعادل، ممكن يربح عليه شويه النقاط. الاجواء كان يعني حتى اللعابه لعبوا مزيان، زياج لعب مزيان، دونك بجوج بهم لعبوا مزيان. وبصراحه يعني الاداء ما رقاش المستوى اللي كنا كننتظرو مع المجيء ديال المدرب الجديد. كنا كنتمنى نشوف واحد الخطه جديده، واحد الهجوم جديد اللي يزيد واحد الاضافه للمنتخب، مقارنه مع ان منتخب اللي لعب كاس العالم ولعب كاس افريقيا الاخيره، يعني عنده واحد التجربه كبيره. كنشوفوا بان في يعني في وسط المقابله كان واحد شويه ديال التنويم الماتش اللي خلى بزاف ديال الناس يعني انها ولات كتشائم اكثر ما هي كتفائل. ماتش المنتخب اليوم كان قوي ضد منتخب بوركينا فاسو، منتخب بوركينا فاسو عنده لاعبين ولديه ثقه، عنده رؤيه، وعنده مدرب قوي، عنده رؤيه اللاعبين، وعنده لاعب كيلعبوا في الدوري الفرنسي. حنا دخلنا مقابله لعبنا عاديين، لعب عادي رغم غيابات لاعب بلعطيه ورسيس، احنا مع المنتخب في السراء والضراء، وحنا ليس جمهور النتائج. اليوم مقابله كتحبيه، وكنشكر اللاعبين على المجهود الابار، رغم الاقصاء ديالنا في الكان كرة هي هذه، ورغم حالي لوزيتش مدرب يلا ياخذ ثقه في اللاعبين، ولاعبين ياخذوا فيه الثقه، ورغم اللاعب بوفان ما لعبش اليوم، لاعب بوفان كنعرفوا لاعب كبير كيلعب واحد التجربه، عنده تجربه في المنتخب، وفتصعد اللاعبين وفتصعد المدرب. وتحيه للجمهور المغربي اللي ساند المنتخب.